السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض النهارده نعمل كده حلى سهل جدا وبسيط وفي منتهى الروعه. كده انا حطيت حلة على النار، حطيت فيها نص كوبايه من السكر وهسيبها تتكرمل. تمام، نص كوبايه من السكر، وهحط كده معاه معلقتين من الميه يتكرملوا كويس مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده بدأ ياخد اللون من الجوانب، فهقلبه بقى عادي عشان كله ياخد نفس درجة اللون. لما وصل للون اللي عايزه اللي هو الجولدن الحلو ده، حطيت عليه مكعب من الزبدة وهديت عليه النار، وجبت كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين من النشا، وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. هفك يعني النشا في المية في اللبن وهنزل بيها على الكراميل اللي احنا عملناه. تمام كده، طبعا انا عيني على الحلة لقيتها خلاص الزبدة ساحت، فهديت قوي قوي النار عشان ما ياخدش لون بزيادة، وهنزل بقى باللبن والنشا ده على بيت كراميل. تمام كده زي الفل، هقلب واحدة واحدة بقى لان هو كده اتكتل قفش مع بعض الكراميل مع الكراميل قافش. ما تخافيش ما تقلقيش، هو زي الفل، يدوبك هدي النار وقلبي فيه كويس جدا هتلاقي فك وهيوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله تحفة، قوام كريمي وحلوة جدا جدا. ده كده طبقة المهلبية او كريمة الكراميل بتاعتنا. ده بسكوت بتاع المدرسة بتاع الاولاد كانوا شايلينه، احنا خلصنا خلاص الحمد لله، بس كانوا الولاد شايلينه كده في شنطتهم، طلعنا بقى قلنا نستغله. رصيته هو مكسر بقى وسليم عادي جدا، ممكن تطحني في الكبه ومعاه معلقتين ثلاثه كده من الزبده وتعمليهم ديسك يبقى زي التشيز كيك. بس انا حبيت اخليه البسكوته كده يعني من غير ما تبقى مطحونه زي ما هي كده. مليت اول طبقه بالبسكوت، هنزل عليها بالطبقه الكريمه الكراميل اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. بصوا ما شاء الله قوامها انسيابي حلو جدا جدا جدا، وطبعا ظبطي السكر بتاعك يعني لو حسيتيها محتاجه بعد النص اللي هو احنا حطينا فيها نص بس بتاع السكر اللي كرملناه نص كوبايه، فانتي دوقيها. طبعا شوفي انتي بتحبي الحاجه مسكره قوي واولادك على حسب التحليه بقى انتي ظبطيها. وطبعا حطيت معاها قبل ما اطفي عليها بحاجه يعني حطيت الفانيليا وطفيت على طول النار البوتاجيز. دي كده الطبقه الاولانيه بسكوت، والطبقه الثانيه كريمه الكراميل. تعالوا بقى نعمل الطبقه الثالثه، هتبقى كريمه الشوكولاته ومهلبيه الشوكولاته. معايا كوبايتين ونص من اللبن، هحط عليهم معلقتين ونص نشا ومعلقه كبيره او معلقه وربع كده او معلقه ونص من الكاكاو الخام الاسباني. هقلبهم كويس جدا واحط معاهم السكر. انا هنا تقريبا حطيت 4 معالق، وهي بتتقل على البوتاجاز كده بدوقها وبشوفها محتاجه سكر تاني ولا لا. تمام كده، يبقى الطبقة التانية اللي عملناها بكريمة الشوكولاتة دي او مهلبية الشوكولاتة، كوبايتين ونص من اللبن او الحليب، عليهم معلقتين ونص من النشا، ومعلقة كبيرة هرمية من الكاكاو الخام، والتحلية السكر زي ما تحبي، لان انا تقريبا حطيت 4 معالق. وطبعا اقلبهم كويس جدا جدا وارجعهم بقى في الحلة اللي اعملها على ارجعهم على البوتاجاز على النار يعني لحد ما يتقلوا معايا وتبقى كريمه. قبل ما اطفي عليها برضو احط لها كيس من الفانيليا. انا بقلب كويس فيه عشان افك النشا مع الخليط ده كله. زي الفل اهي ما شاء الله، هرفعها بقى على النار. خلصت تمام زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين، جميله جدا جدا. هعمل ايه؟ هجيب لها مكعب من الزبده حطها معايا زيادة تطعيم. لو تحبي تحطي معاها مكعب من الشوكولاتة الدارك حطي، انا ما كانش متوفر عندي شوكولاتة خام ف
مش هتفرق خالص. يعني انا بقول لك لو انت عايزه تحطي او متاح عندك في البيت حطيها عادي. هتسيح دلوقتي الزبده مع السخونيه بتاعه المهلبيه، وهحضر بقى انا الطبقه اللي بعد كده باقي البسكوته ورصه، وانزل عليهم بكريمه الشوكولاته. ممكن تعمليها في بولات صغيرة، ممكن تعمليها في كاسات وتقدميها، يبقى على قد الفرد الواحد. وممكن تخليها زي ما هي كده في بايركس او في صينية، وتقطعي منها قطع بعد ما نحطها في التلاجة شوية، والقطع بتطلع قطع متماسكة وبتبقى جميلة جدا بصراحة. بتبقى طبقتها حلوة قوي وطعمها فعلا غني قوي قوي. كمان هقولك لو متوفر عندك قشطة، سواء قشطة بتاع وش اللبن او قشطة علب، ممكن تحطي معلقتين تلاتة كده في كل كريمة عملناها، سواء كريمة الكراميل او كريمة الشوكولاتة، برضو هتديلها غنيوة ودسامة حلوة قوي. هنا بقى بحط باقي البسكوت مكسر بقى سليم، مطحون بودرة، اي حاجة بقى اللي موجود عندي اهو حطيته اهو. الاكياس كلها فضيناها، وطبعا كان في منها مفتفت خالص بس ما فرقش معانا خالص، جوه الطبقات ما بانش. واحط الطبقه بتاعه كريمه الشوكولاته رصتها كده. بصوا السخونيه طبعا لسه طالعه منها سخنه جدا، هحط بقى تستهدى كده تاخد حراره المطبخ. وهجيب بقى شويه شوكولاته كده مبشوره واحط عليها زين عليها وادخلها التلاجه. واحلى حلا ممكن تعمليه، واستنى بقى منكم تعليقات حلوه ولايك للفيديو وشير مع اصحابكم. بحبكم جدا جدا في الله، ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه. دمتم بصحه وخير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.